أهلا بكم في النشرة الرياضية ونبدأها محليا، حيث تواصلت منافسات دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية في نسخته الرابعة والأولى لذوي الإعاقة على صالة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة بنادي الرفاع. وقد شهدت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة والرابعة حضور معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية. وقد تأهل عن المجموعة الثالثة للدور المقبل كل من مركز شباب الوسطى ومركز شباب أبو صيبع، وفي المجموعة الرابعة صعد مركز شباب السنابس ومركز شباب كرباباد لدور 16. نهني سمو الشيخ خالد على ونهني أنفسنا على هذه المبادرة الطيبة الحقيقة اللي نشوفها للسنة الرابعة، وندل هذا الأمر على شيء، فدل على إصرار اللجنة المنظمة على نجاح التنظيم عام بعد عام في مشاركة مختلف مراكز الشبابية في هذا المحفل السنوي المهم اللي يجمع أبناء البحرين كلهم في مكان واحد. الهدف منه الرياضة، ولكن هناك أهداف أخرى توصل لها هذه البطولة. الحمد لله العناصر اللي موجودة من خيرة اللاعبين في هاي اللعبة طبقوا التعليمات اللي أعطاها إيانا الجهاز الإداري والفني، والحمد لله توجنا مجهودنا بالفوز بثلاث نقاط وصدارة المجموعة. الحمد لله. الحمد لله على كل حال، احنا الهدف الاول كان عندنا نتاهل للدور الثاني، اول ثاني ما تختلف لان كره الصالات تختلف، لان في اي لحظه تجي هدف. احنا ما استغلينا الفرص اللي عندنا، هم استغلوا الفرص سجلوا اربعة اهداف احنا سجلنا جولين بس. ونبقى في البطوله ذاتها، حيث اجريت يوم امس مراسم قرعه دوري خالد بن حمد لذوي الاعاقه والذي سيلعب في النسخه الحاليه على هامش دوري سموه للمراكز الشبابيه الرابع لكره قدم الصالات، حيث جرت مراسم سحب القرعة على هامش مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الشؤون الشبابية والرياضة، حيث جاء في المجموعة الأولى كل من فريق جمعية الإعاقة الحركية وفريق جمعية الصداقة للمكفوفين بالإضافة لفريق جمعية الصم، فيما شهدت المجموعة الثانية تواجد فريق الصم وفريق صعوبة التعلم بالإضافة لفريق الإعاقة السمعية. مثل هذا الدوري أنا أتوقع على النجاح، خاصة بأن الداعم لهذا الدوري هو الشاب الطموح سمو الشيخ خالد بن حمد، فبلا شك أنه بيكون هذا الدوري دوري فعال ودوري خادم اللعب المحليا، وسيكون لها صدى في الواقع بالنسبة للنتائج الخارجية. والله بالنسبة عن الفرق هاي اللي موجودين ست فرق، ما في فريق واحد يسمونه فريق قوي، ترى كل المجموعة الفرقة كلها قوية، وإن شاء الله الملعب بيبين في الملعب إن شاء الله للفرق الثانية. إحنا ما نقول مثلا فريق الإعاقة الحركية فريق قوي، ولا نقول فريق الصم إنه فريق قوي، الكل أسرة واحدة، وكلنا نمثل البحرين ونمثل سمو الشيخ خالد إن شاء الله.